انا عارف ان حضراتكم متشوقين للفقره دي. ايوه فعلا، مبادره اسمها لازم تخس. احنا غيرنا الموضوع او بزاويه مختلفه، وده الجمال، انت تطلع بره الصندوق وتتكلم. كل مره نتكلم عن الستات، ازاي الست تخس، ازاي، طب ما نتكلم عن الراجل شويه. تعالوا نتكلم عن الرجاله ونشوف الستات بتقول لهم لازم تخس ليه. هو في سواد ولا ايه؟ ازيك يا دكتور استاذ وليد؟ ازيك حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ نورنا، ربنا يخليك يا رب. وجمهورك بصراحه يعني بيستمتع بمعلومات حضرتك وكلامك ببساطه. ربنا يخلي حضرتك، ربنا يخليك. ميرسي. ليه الراجل لازم يخس؟ ده سؤال جميل جدا. هما زي ما قلنا قبل كده الاثنين لازم يخسوا، الراجل لازم يخس والست لازم تخس. طب احنا بنرمي دايما العاتق على الست في ان هي اللي بتطبخ واللي بتحضر وبتجهز كل حاجه، والراجل لو احنا ظبطنا الاكل هو بيبقى مش معتمد، يعني الاعتماد كله على الست اكتر في ان هو الطبيخ اللي هو هياكله. تمام. خلينا نتكلم بشكل اعمق شويه بنظره طبيه، ليه الراجل لازم يخس؟ نبدا حاجه حاجه. بعد الجواز الهرمونات عند الراجل وعند الست حصل لها اختلاف. الراجل عامه وغالبا ما قبل الجواز بيكون وزنه طبيعي، باختلاف الرياضه اللي بيلعبها، اذا كان هيلعب كره مره ومرتين في الاسبوع، نوع الاكل ممكن ما يكونش بيقدر ياكل مثلا 3 أو 4 وجبات في اليوم، ظروفه ما بتسمحش لكده فما بيقدرش ان هو ياكل. ولو حصل زياده بتبقى زياده بطيئه جدا. أيوة. بتاخد فتره كبيره. ايوه، مش زياده ملحوظه. بعد الجواز، بعد اول 6 شهور جواز بالذات، هتلاقي في زياده في الراجل ملحوظه في منطقه البطن بالتحديد. اكتر منطقه بيبقى فيها زياده الوزن. تمام. واخطر منطقه على الراجل ده، الناس كلها دلوقتي بص مركزين قوي. هقول لحضرتك دي حقيقه، ولو قعدنا نتكلم فيها هي كارثه. سبب صغير، خليني اتكلم دهون البطن بتعمل ايه بالنسبه للرجل. تمام. اول حاجه بتقلل هرمون التستوستيرون، هرمون الذكوره. في دراسه كانت عملت في 2007، معدل زياده الوزن من كيلو ل2 كيلو بيقابلها انخفاض في معدل التستوستيرون جوه جسم الرجل. دي حاجه. كل ما انت بتزود في وزنك كل ما معدل التستوستيرون بيقل. طب ده لو قل هيأثر عليا فين؟ خصوبه، ودي من اهم الحاجات. يمكن بعد فتره لما نيجي نقارن لو حد وزنه او عنده سمنه مفرطه الخصوبه عنده بتبقى بتقل جدا عن حد تاني جسمه صحيح، وبالذات ارجع تاني منطقه البطن، دهون منطقه البطن. دي حاجه. الحاجة التانية إنها ممكن بتعمل التهاب في البروستاتا أو تؤثر على البروستاتا. البروستاتا بيبقى مع وجود السن وأنت تخين، بس ده تقدم السن قوي. تمام. ممكن بعد فترة بسبب الوزن يحصل فيها التهابات لو اتكررت كذا مرة، لا قدر الله، بتؤدي إلى وجود أورام. الكلام ده بعد الـ50 ولا بعد الـ30؟ بعد الـ50 ومن شوية كمان دلوقتي بعد الـ47 والـ48 كمان. فالفكرة كلها إن أنت معدل وزنك لو فضل في السنين دي ثابت او قريب من الثبات، ومنطقه البطن ما كانش فيها الدهون الكامله، احنا عندنا مثلا في بعض الاشخاص ممكن تلاقي وزنه مش تقيل قوي بس منطقه البطن هي اللي ايه مليانه قوي، او حد مش تخين في جسمه كله الا منطقه البطن، بطنه دي اخطر بكتير اما حد يكون متوزع الدهون على جسمه كله. منطقه البطن ليها علاقه وثيقه بهرمون الذكوره. دي حاجه. منطقة البطن هتعمل حاجة اسمها انسولين ريزيستنس، يعني هيكون في مقاومة للانسولين اللي بيفرزه البنكرياس جوه جسمك. فكده المعادلة ما بين السكر والانسولين اللي موجود جوه جسمك بيبدأ ان هو يختل. ده اختل هيصدم مرض السكر. السكر اتوجد هيبقى فيه ليه تبعيات على الأسنان، على العين، على الأعصاب، على الشرايين والأوردة، على الجلد، بسبب وجود السمنه وبسبب كل اللخبطه اللي اتكلمنا عليها دي. ده كله رايح بص من مخاطر السمنه. ما هو مخاطر منطقه واحده بس عند الرجل هي الكرش او اللي هي منطقه البطن. وغالبا معظم الرجال هتلاقي منطقه الحزام. أيوة. هي اكتر منطقه بتكون مليانه اذا كان المنطقه الاماميه او الجناب الموجوده ورا. ودي بتسمى لوكالايز اوبيزيتي او الدهون الموضعيه او السمنه الموضعيه. احد الحلول بقى يعني على الهوا دلوقتي عشان احنا هننزل دلوقتي مشاركات لو حد عايز يسالنا اي سؤال. احد الحلول السريعه كاستشاره عند الدكتور. احنا لما جينا نتكلم قبل كده في قصه نزول الوزن، اما كنا بنتكلم قلنا ان في السمنه العامه او الجنراليز اوبيزيتي، وفي عندنا السمنه اللي هي محدده في مكان اللي هي لوكالايزد اوبيزيتي او الموضعيه. طيب ايهما اصعب في النزول؟ الموضعيه. هل زي ما كانوا بيقال قبل كده في نظام غذائي مثلا هينزل لي ارداف او بطن او جناب؟ لا. النظام الغذائي ده بينزل الجسم كله. طب ايه بقى اللي يشتغل فيه على الدهون الموضعيه؟ في بعض الاجهزه
حديثا بدأت انها تتوجد بتحل المشكله دي. طيب انا عندي حد بيشتغل، هو موظف على طول قاعد على المكتب، بيبدا ان هو ياكل، نزل في كل جسمه، عمل دايت، درع نزل، بطن الرجلين الدنيا مظبوطه، الدنيا كلها عنده تمام ما عدا منطقه بطنه هي اللي زايده، وبنعمل الدايت وما بتنزلش. الحل اللي موجود دلوقتي ان انا ابدا احط اعمل له جلسات تخسيس موضعي بجهاز بانواع اجهزه بتبقى بتبعيتها كده واحده واحده هنتكلم عليهم، اقدر ان انا اشتغل على الدهون الموضعيه اللي موجوده في المنطقه دي عشان انزل في مقاس المنطقه مش في الوزن. في بعض الاشخاص بيفتكر ان هو هيخش يعني المنطقه نتكلم فيه في القصه دي بقى، ايه الفرق ان انا انزل وزني على الميزان وان انا انزل محيط الخصر او الخصر او البطن اللي مزبط. انا هنزل فيه الدهون الموضعيه بشتغل بيها بالاجهزه عشان اشتغل على الطبقه الاساسيه الخارجيه للدهون دي، باجي اشتغل عليها بنزل في الحجم. يعني الجلسه الواحده ممكن بتوصل من 2 ل 4 سم نزول لو خدنا المحيط؟ في المحيط كله في الجلسه الواحده من 2 ل 4 سم نزول. بتكرار الجلسات دي في اخرها ممكن اوصل ل 13 و14 و15 سم نزول. بيحصل اذابه للدهون؟ بيحصل كذا حاجه للدهون، كذا حاجه. طب بتروح فين الاخراج؟ الاخراج عن طريق الدوره الدمويه. الاجهزه دي مصممه بالطريقه دي. لو جينا مثلا على اول جهاز، جهاز الكافيتيشن او الموجات الصوتيه، تمام. فكره ان انا عندي خليه دهنيه، دي الخليه، بجيب الموجات دي بجهاز ببدا يبدا ان هو يخش يكسر في الخليه دي. الخليه دي ليها زي غطاء او غشاء، بكسر الغشاء ده فيبدا الدهون اللي موجوده جوه ومقفول عليها بالغشاء ده تطلع بره جوه الدوره الدمويه، فانا كده كسرت الخليه الدهنيه نفسها. ببدا بطريق عن طريق جهاز تاني يسمى الليمفاتيك ان انا بصرف الميه دي عشان تنزل في الدم ومن الدم على البول عادي جدا ولا هيكون فيها اي مشكله ولا ليها ضرر صحي. ده اول جهاز كجهاز الكافيتيشن. انا بتكلم بس سريعا بدي فكره عن كل حاجه عامله ازاي. ده اول جهاز. تاني جهاز الكرايو، كرايولايبولسز، وده من احسن الاجهزه اللي موجوده في السوق دلوقتي، وفعلا فعلا عملت معايا نتائج هايله جدا في الدهون الموضعيه. تمام. فكرته ايه؟ تذويب الدهون بالتجميد. احنا بناخد منطقه نحط عليها، بنحط الجهاز، الجهاز بيشفط المنطقه دي، بيحط المنطقه دي لدرجه حراره ناقص 7 او 8 درجه مئويه. في درجه الحراره دي تبدا الدهون تموت، الخليه نفسها كخليه حجمها بيبدا ان هو يصغر. تمام. وبيموت. بس الجهاز ده بنطبقه على الجسم مره كل اسبوعين لثلاثه، ما اقدرش ان انا استخدمه زي في بعض الاطباء بيستخدموه بشكل قريب قوي او من مسافات قريبه جدا، السيت اب صغير، لان انا المفروض بدي الفتره تصريف الدهون اللي ماتت دي من اسبوعين لثلاثه جوه الجسم. تمام. فلازم نتمشي مع السايكل كلها ومع الدوره كلها، يبدا ان الكلام ده الجسم يتخلص منه كدهون ما تبقاش موجوده تماما. فيبدا المنطقه اللي انا عندي دي، بدا ما انا بلبس مثلا بنطلون مقاس حاجه و40، لا انا هنزل مثلا مقاس او مقاسين او ثلاثه كمان في البنطلون. صح. فيحس ان في المنطقه دي فيها راحه. ده كان على الشكل او المنظر الموجود. ايه الايفكت بقى التاني؟ ان احنا لقينا لما بنستخدم الاجهزه على المنطقه الموضعيه وخصوصا منطقه البطن، وعلى فكره بوصلنا على الارداف وبيجيب نتائج هايله جدا كمان مع السيدات، بس خلينا نتكلم اكتر على الرجال. لا كلامنا النهارده كله على الرجال. لقينا ان معدل التستوستيرون بدا ان هو يعلى، خصوبه تتحسن، قدره جنسيته بقى احسن. في برضه قصه المود ديستربنس، ان طالما المنطقه دي بدات انها تقل المزاج بيبدا يكون احسن، رضاك عن نفسك وشكلك كراجل بيبدا ان هو يخليك من جوه المود احسن، اصابه بتقل. كل ده بسبب ان احنا قللنا منطقه الدهون، منطقه او وجود الدهون في منطقه البطن. احنا كل ده احنا بس بنسلط الضوء على ان فقرتنا النهارده هاشتاج لازم تخس، لازم ان السيده او الست اللي بتقول للراجل تخس بسبب المشاكل دي. الاجهزه فيها تخوفات بقى على فكره، في ناس بتخاف من الاجهزه زي، بس ما انا عايز اوضح النقطه دي. فدي هندسه طبيه، يعني موضوع الاجهزه وان انت ازاي تصنعوا اجهزه طبيه وتاخد براءه اختراع. احنا كنا بنتكلم قبل كده موضوع علاقه العضله او كتله والدهون. العضله والدهون، هو اصلا المفروض علميا بيقيسوا تردد العضله وبيقيسوا تردد الدهون، فهم على الجهاز الطبي ده قاريين
التردد بتاع الدهون بالظبط. فبالتالي لما بيدي نبضات عشان يعمل تفتيت للدهون فهو ما بيأثرش على العضلة، بيأثر على الدهون. فنوع التردد وحجمه ومقياس التردد بيعالج الدهون بس بالظبط. صح ده علميا لان في ناس بتقولك احنا خايفين من الاجهزه. ما احنا نشرح ليه اصلا ناس متخوفه، الناس بتخاف أيوة. من فكره ان انا احط جهاز على جسمي، الجهاز ده ممكن يجيب امراض سرطانيه او طب خلينا نتكلم بشكل تاني مختلف. تمام. احنا اول حاجه لما بنيجي زي ما حضرتك كده اتكرمت وقلت قصه الدهون او ان احنا الترددات، فبنعرف كميه الدهون قد ايه في منطقه ايه فبنشتغل عليها. طيب انا بعمل كل ده، هنيجي اصلا لما نتكلم على جسمنا، انا عندي جلد وعندي عضلات ايوه وعندي دهون. انا لما باجي اشتغل بشتغل بالاجهزه السيف. في بعض الاجهزه زمان بس دي يعني اتمنعت تماما دوليا لو ان ليها اعراض جانبيه فوقفت، لكن الاجهزه دي واخده كمان ابروفل من حاجات كتير ومن اماكن تانية كتير قال ان الاجهزه دي امنه ما فيهاش اي مشكله خالص. الفكره كلها ان انا مثلا جبت على الاول جهازين، ده انا بشتغل بيهم بس على الدهون. في اجهزه اخرى احنا بنشتغل بيها على العضلات وبشتغل بيها على الجلد، زي تمام الراديو فريكوانسي. ده جهاز فكرتي كلها ان هو بيحفز وجود الكولاجين اللي بحتاجه عشان اقلل كذا حاجه. اولا الترهلات بتاعت الجلد، ثانيا الاستريتش ماركس اللي هي العلامات اللي بتبان وبالذات في الستات بعد الولاده. بعد الولاده بيبقى باين شكلها فعلا بيكون وحش جدا. خطوط البيضة، واحيانا دي فيها نوعين اسمها لينيا روبرا وحاجه اسمها لينيا البا. الفكره كلها ان النوعين دول بيبقى شكلهم بعد الولاده بيكون فعلا حلو بالاجهزه. حلو بالاجهزه عن طريق ان احنا بنحفز وجود الكولاجين في المنطقه دي وان احنا بنوجده اكتر، فبيبدا ان الموضوع يكون شكله احسن. ومعروف في الكريمات والكوزماتكس يقول لك عشان نضاره البشره ده اكيد طبعا. بس احنا مستنيين في الجزئيه دي، دي جزئيه ثانيه. فاحنا كده كمان كده على الجلد. ناقص لي بقى ايه اتكلم عليه من اهم الحاجات، الريديوم او جهاز تقويه العضلات. فكره كلها ان انا عندي المنطقه دي بقى فيها كميه دهون كتير. العضلات بتبدا بعد فتره تضعف. ده كانك بتعمل رياضه او جيم بس وانت قاعد في مكانك. الناس اللي هي ما عندهاش القدره انها تروح تعمل وقت او وقت حتى كمان انها تروح تعمل ده، ده كان انسب حل عشان احسن القصه دي او اقوي المنطقه دي. كعضلات بينهج مثلا، عنده ربو، عنده حساسيه، ما عندوش مقدره ولا يعني حميه ان هو يجري. صح. فهو بياخد يعني تمارين موضوعيه او خشونه ركبه، ما يقدرش ان هو يجري او يعمل رياضه. احنا كان الحلول بالاجهزه دي كان حلول لناس عندها امراض مزمنه ما ينفعش انه يمارس رياضه او ممنوع ممارسه الرياضه. بس دي تقريبا في الحالات اللي هي مثلا 30 40 كيلو، ينزل 30 40 كيلو. الناس اللي هو فوق 150 كيلو، انا عايز اقول لك حاجه. حضرتك قصدك لو انت قصدك على فوق 150 كيلو، فوق 150 كيلو ياخد الجهاز ده اللي بيحفز العضلات. احنا كمان بنشتغل بيها كمان لو احنا بنتكلم على شيبنج او بنسميه باللغه الدارجه عندنا نحت الجسم. ايوه نحت الجسم بالاجهزه، ان احنا نوصل بالجسم للرشاقه والشكل الطبيعي. الجسم يبقى مرسوم، بيترسم مرسوم بالظبط كده. لو بنتكلم على فكره نحت الجسم، الاجهزه دي كلها، المجموعه دي كلها بتوصل في الاخر ان احنا بنتخلص من المنطقه اللي فعلا بيبقى فيها صعوبه في نزول الوزن. زي مثلا منطقه الارداف لو جينا برضو نتكلم فيها، دي من اكتر المناطق اللي بتؤرق السيدات. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا برضو بنخلي المنظر مسار مثلا في البنطلون بيختلف تماما. يعني نشوف مثلا صوره قبل وبعد مع ناس كتير اشتغلنا عليهم، لا الموضوع فعلا كان مرضي نفسيا وبيخليه عنده ثقه اكتر. طب سؤال مهم، في حد عارف ان هو دلوقتي تخين جدا وعايز يلعب رياضه، فانت كدكتور بتقول له لا ما تبداش تلعب رياضه لان انت وزنك الزياده ممكن اثر على ركبك. بالظبط كده. هل الاجابه دي صح ولا غلط؟ ده لازم انا ممنع. لو احنا حضرتك ما سالنا قبل كده السؤال، الرياضه بنبدأ فيها في الاول غير الاضرار اللي ممكن نتكلم عليها طبيا. انا عندي حد محمل بجسم زايد وزن 40 او 50 كيلو، محمل على عضلات ضعيفه بسبب الوزن، فهيحمل على المفاصل. بمنعه تماما ممارسه الرياضه لما منزل شويه الحمل. أيوة. نازل على الوزن على نازل على المفاصل من وزنه الثقيل، ببدا ان انا ابدا اخلي رياضه ونوع رياضه معين مش اي نوع. يعني غلط اللي يقول لك انا هبدا رياضه واجري عشان وجيم رياضه وجيم. لا غلط. بنبدأ في حالات معينه بطريقه معينه. وحتى الرياضه انواع، في رياضه ممكن استخدم فيها كميه عضلات كتير جدا، وفي رياضه ثانيه ممكن استخدم فيها عضله واحده. طب انا محتاج اني نوع؟ كل حاله حسب انا عايز اوصل معاها لايه، اديها اني نوع رياضه امتى. تمام. هل اول اسبوع؟ هل سبع اسبوع؟ طب احنا كده جاوبنا على السؤال واتكلمنا عن الاجهزه